محيطكم علما على ضرورة تقديم تقرير إخباري شامل حول عمل مجلس جهة كليمي موادنون لمئة يوم الأولى من التسيير. فكما يعلم الجميع وفي العادة والعرف الجميع يعلم أن مئة اليوم الأولى هي فترة للانكباب حول وضع التصورات والتوجهات الكبرى لبرنامج تنمية الجهة لست سنوات المقبلة. من جهة أخرى السيدة الرئيسة، القانون التنظيمي الجديد للجهات وخصوصا المادة 36 يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس 7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. وإحنا توصلنا بهذه المجموعة ديال الاتفاقيات تقريبا مدة 4 أيام. بغيت نفهم السيدة الرئيسة كيفاش يمكننا أو كيف سنتمكن من دراسة هذه 25 نقطة اللي في جدول الأعمال في جلسة الفريدة. احنا ما كرهناش أغلبية تكون دائما منسجمة. علاش؟ لأن كيتم النقاش مع واحد المجموعة والمجموعة الأخرى مهمشة، وما شاء الله عندك أغلبية منسجمة وخلوها تبقى منسجمة، وما شاء الله كامل الأطر وكفاءات نساء ورجال وكل اللي عندهم ما شاء الله كفاءة باش يساعدوا في تسيير ويساعدوا في بلورة مشاريع اللي كتهم هذه الجهة ويعتمدوا على الأولوية. راه عندك برلمانيين، عندك مستشارين، عندك أناس أطر لا الميدان العمل ديالو ولا في الجماعة، يعني يعتمد عليهم. وحاولي السيدة الرئيسة من هذا الجانب نجي مع المجموعة نهج المقاربة التشاركية، حاولي تنجي معهم المقاربة التواصلية، حاولي تنجي مقاربة الزيارات الميدانية. المجموعة كاملة السيدة الرئيسة، لأن أنت لا 37 39 عضو رانا هون كنمثلوا أقاليم، وكل مجموعة صوتت عليها ناس في الإقليم ديالها، يعني عندها التزامات وعندها وعود في برامج الانتخابات ديالها. هذا علاش بغينا الوعود اللي عطينا الساكنة ما تعودش وعود كاذبة البنات ديالو، والسيد الوالي أحد أبناء إقليم طنطان، والسيد عامل إقليم طنطان خرج الميدان وشاف الإقليم في حالة مزرية، كيف ذاك القرع فيما خبطوا يسيل الدم. مشاريع مهمة، ما قلنا مهمة ولكن مبالغ خيالية في حاجة إقليم مثل إقليم طنطان الأولويات ديالها. وأنا ماني ضد إقليم من إقليم، أنا فقط أتحدث عن الإقليم التي أنتمي إليها. هذا من جهة. من جهة أخرى نريد تفادي الإنتقائية في معالجة الملفات، وهذا ضروري وأساسي. المعالجة يجب أن تكون شمولية يحددها تشخيص تشاركي معمق للوضع الحالي للمجالات اختصاصات المجلس على صعيد أقاليم الجهة.